في النقل ده زرع على اختك وعليك وعلى امك. الله، وانا مالي يا لين؟ جرايه يا لين، انت هتسكر علينا ولا ايه؟ خلصت المراقبة اللي عليك ولا تتدري انت؟ ايوه من شهر. انا غايبه لوحدي. يعني كنت نايمه في بيت الطلبه جوه في اوضه العمليات. طب قدامه كتير. لو مستعجل يا اخويا خش له وش كده. هو انت غريب؟ فعملت لهم مجنونه وجاني انهيار عصبي فام بقى خدها وروح معاها. فاخدني انا واخواتي.